نعم يا اختي. حفيدة عادل إمام في أول لقاء إعلامي حصرياً عبر إي تي بالعربي. ما كانش في حاجة في مخي وأنا بعمله. نعم يا أختي. أكيد كتير منكم شافوا الفيديو ده لحفيدة عادل إمام هالة مقبل وهي بتعمل ليبسينج لمشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين واللي انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا. والنهاردة هالة بتطل في أول لقاء إعلامي ليها عبر إي تي بالعربي وقالت لنا عن ردة فعل جدها لما شاف الفيديو. أنا وريت له الفيديو وكان بيضحك وعجبه يعني بس هالة ما توقعتش ان البعض يعلق تعليقات سلبية على الفيديو لدرجة انها رجعت وحذفته من السوشيال ميديا. فيديو رسم مشاغبين ده انا بجد ما كانش فيه حاجة في مخي وانا بعمله، وكذا حد افتكر ان انا عشان عملت فيديو تيك توك ونزلته ان انا عاوز امثل. الناس ما كانتش واخده بالها ان هم ممكن يشتموا يعني حد صغير، يعني الناس اللي بتقعد تكتب كومنتس دي ودي 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 لو حد بس شتم عيالهم او حاجه هينزلوا موتون في الشارع. فهالة بتعيش حياتها زي اي شابه، وبالرغم من انها من اهم العائلات الفنيه في مصر الا ان من المعروف ان عيله عادل امام دايما بتخلي حياتها الخاصه بعيده عن الاضواء. عشان كده كان عندنا فضول نعرف منها ازاي بيتصرف عادل امام مع احفاده. مع كل الاحفاد فينا كل واحد مهتم بحاجه مختلفه عن التاني، بس هو مركز مع كل واحد فيهم وعارف كل واحد عاوز ايه وبيشجعه على طول. وبما انها بتتاثر قوي بجدها سألناها عن الأعمال اللي بتحبها له. أكتر حاجة بأفلام بحب قوي مرجان أحمد مرجان. مرجان أحمد مرجان، مرجان أحمد مرجان، هتعيشوا حياتكم بالمرجان. مسلسلات بحب قوي 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 صاحب السعادة وعوالم خفية، دول أكتر مسلسلين بحبهم. أنا مش برمي الناس بالتهم، بس أنا متعود أقول الحقيقة. وبعيداً عن التيك توك، موهبتها الأساسية هي الرسم، فبترسم لهم لوحات بطريقة احترافية. عيلتي وصحابي يعني أكثر ناس بسألهم على اللوح ويشجعوني قوي، ولو حتى لو مش عاجباهم بيقولوا لي. أنا حتى بحب إن لو في لوحة مش عاجباهم أو حاجة إن هم يقولوا لي عشان يعني أطور من نفسي. وهالة كمان مهتمة بالسينما وبتتابع أفلام انترناشنال لممثلينها المفضلين ومينا مسعود واحد منهم. وفي زيارته الأولى لمصر هالة كانت أول من قبله في المطار، وساعتها طلبت من والدها إنها تشوفه بس اتفاجأت من الشرط اللي فرضوا عليها في المقابل. عمل معايا تحدي إن أنا مثلاً لو خسيت كام شوية يعني من وزني كده هروح أقابله. وده اللي حصل فعلا، فهي قاومت الجنك فود عشان تنزل من وزنها. أكيد كل حد عارف قد إيه كل حد بيأكل في الساحل وكده، يعني عملت كل حاجة وأنا في الساحل ومسكت نفسي قوي وكل حاجة. وبعدين لغاية ما رجعت بقى القاهرة وبدأنا مدرسة وكل حاجة، وبعدين روحت قابلته. وبعدين أنا اللي هو لما شفته بقى حسيت ان كل خلاص تعبي، وبعدين الساحل كله بدات اعيط. فعلا الفيديو بان فيه وانت بتعيطي. في الفيديو كنت يعني منهاره.